برضه من ضمن اللقطات اللي كانت لطيفه جدا اللي شفناها في تدريبات الامس، وليد سليمان لاعب الفريق اللي ادى تدريبات منفرده قبل انطلاق التمرين، وطبعا شارك كمان في جزء من التدريبات وفقا للبرنامج الطبي الخاص بتجهيزه للعوده والمشاركه مع الفريق والتواجد في المباريات الرسميه، وان شاء الله هيشارك بشكل تدريجي في المران الجماعي على مدى الاسبوع الجاري لتجهيزه للعوده بعد تعافيه من الاصابه اللي تعرض ليها في العضله الخلفيه. ده موضوع. الموضوع الثاني كمان، احتفل كل لعيبة الفريق بعيد ميلاد زميلهم كريم نيدفيد، حيث اصطف اللاعبين في خطين متوازيين ويهنوا كريم نيدفيد بعيد ميلاده. نيدفيد طبعا من مواليد يوم 8 اغسطس سنه 1997، وهو احد ابناء قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وهو كمان بنقول له كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. الاسد كتير قوي في مصر انا لاحظت.